الوسطية من آج في كل مساجد العالم في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الوسط في كل شيء، وفي رواية أحسن الأمور أوسطها، وفي رواية أفضل الأمور أوسطها. نفس المعنى في كلمة واحدة، لا إفراط ولا تفريط. يا شر البركات يا رب.
بالهوى سبقين
لمن أراد أن يعيش هذه البلد وصف النفس. ويريد تسمعني من حلوي نعيش عليه. صلوا على النبي. يقول: إذا جئت أن تحيا سليما من لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك 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 يا عيني وعينك إن أدت إليك معايب قوم فخذها وقل يا عين للناس عينهم عاشر بمعروف وسامع ما اعتدى وفارق ولكن بالذي هي احسن يا عاشقين جمال المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you.
أسمع من الدعوة